طبعا ننتقل للسيد نعمان أبو عيسى من ولاية أيوة الأمريكية. يعني تحدث السيد مسعد عن رؤية أو مسار حل الدولتين والاتفاق مع إيران وكل هذه المفاوضات في سبيل التوصل لتهدئة بشكل عام في المنطقة. ما هي الرؤية لهاريس إذا كانت رئيسة في هذا الملف؟ يعني في البداية دعيني أن أعلق أن الرئيس ترامب انسحب من الاتفاق النووي ووعد صحيح. باتفاق آخر ولم يستطيع أن يحصل على اتفاق آخر، ويعني أعطى المجال ناو لإيران أن تخصب المواد التي توصل بشكل عدة أسابيع عن القنبلة الذرية، وهذا ما يعني أعطى القوة لإيران لتكون أكثر فعالية في التفاوض مع أمريكا وغير أمريكا. أما من ناحية نائبة الرئيس فإنها يعني ستستمر في معظم سياسات الرئيس بايدن في الشرق الأوسط، وطبعا يعني كان هناك يعني معارضة واضحة للرئيس بايدن في ميشيغان وبعض الولايات المتأرجحة من العرب المسلمين الشباب والتقدميين في أمريكا ضد سياسته في الشرق الأوسط، فإنهم يريدون شيئا آخر. يتكلم هو بحل الدولتين، يتكلم الرئيس بايدن وكمالا هاريس بحل الدولتين، ولكن نحن نطالب منهم الآن بالفعل ليس بالكلام، لأننا الكلام غير كافي في ما نرى من مجازر الآن، ونضغط على قيادة الحزب الديمقراطي لأن تضع الفعل بعد القول، وإن تحد من الأسلحة والأموال لإسرائيل التي قال ترامب أنه سيعطي إسرائيل كل شيء تطلبه. طيب تحدثت سيد نعمان أن هاريس من الممكن أن تستمر في سياسات بايدن تجاه الشرق الأوسط، يعني فيما يتعلق بمسار التهدئة هو تعقد بشكل كبير في هذه اللحظة، يعني كيف من الممكن أن تستمر في مسار التهدئة تم تقويضه بهذه أو سياسة الاغتيالات التي تتبعها إسرائيل حاليا؟ يعني نتنياهو من الواضح أنه اختار طريق عدم المفاوضات، فمن المستحيل أن يتفاوض الشعب الفلسطيني مع نتنياهو، ونتنياهو يغتال رئيس المفاوضين في حركة حماس، فإنه اختار طريق عدم التفاوض، ولكن الإدارة الأمريكية الحالية تضغط على إسرائيل لأن تستمر في التفاوض، وطرح رئيس بايدن مشروع تفاوض بين الطرفين يظن أنه يحل المشكلة، ولا نعلم الآن إذا ما كان الضغط كافي على نتنياهو لأن ينصاع لمخطط بايدن ويعني يمتثل للثلاث مراحل من الخطة التي طرحها الرئيس بايدن، لكن يعني نتنياهو يعمل كما يريد وذهب إلى الكونغرس وصفق له الجمهوريين بشكل كامل وقاطعه نصف الديمقراطيين، نصف الممثلين الديمقراطيين قاطعوا الجلسة نهائيا، الرئيس نائب الرئيس قاطعت الجلسة، وأيضا الشخص الثاني في الحزب الديمقراطي قاطع الجلسة من بعدها، مما اضطر إلى الشخص الثالث أن يترأس الجلسة من مجلس الشيوخ، وهذا دليل أن الحزب الديمقراطي غير راضي عن تصرفات رئيس وزراء نتنياهو، لكن الحزب الجمهوري يصفقه، كلما قال نقتل الكثير فهم يصفقون، كلما قال لا نقتل أبرياء يصفقون، فهم لا يعلمون ما يحدث وهم يصفقون لنتنياهو بشكل أعمى.